السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الكوست مانجمنت وهناخد تاني بروسيسز فيها. بعد ما عملنا استيميشن للاكتيفيتي هناخد ديترماين البادجت، ازاي هنحدد الميزانية بتاعة المشروع بتاعنا. ديترماين البادجت عبارة عن aggregations estimated cost of individual activities or work packages to establish cost baseline، عبارة عن ان انا بجمع كل activity او كل work packages الكوست بتاعه قد ايه في الاخر عشان يجي لي الكوست بيز لاين او يجي لي البادجت بتاع البروجكت. زي ما احنا شايفين كده ان هو ده الايتمز، مثلا سي A1 $25، ده $25. بنبدا نجمع على مستوى الورك باكجز لغايه لما نجيب لي الاكتيفيتيز، لغايه لما نجيب الكوست بتاع الورك باكجز ده في 4 اكتيفيتي كل واحده فيهم $25، فيبقى التوتال $100. الاكتيفيتي اللي وراها ناخد الورك باكجز دي ونلاقيهم نجمعهم ويبقى التوتال بتاعهم كذا لغايه لما نوصل لاخر حاجه ان احنا جمعنا كل الورك باكجز، كل الاكتيفيتي انديفيدجوالز، وقدرنا نشوف البيز لاين او الاساس اللي على اساسه قلنا ان ده الكوست، ده البروجكت ده هيكلف الكوست الفلاني. عشان احدد البادجت فانا معايا اكتيفيتي cost estimated basis of estimation وعندي الاستيميشن اساسا لكل individual عباره عن ايه، فبالتالي هطلع من ده البروجكت funding requirement، هطلع الفلوس او الفند اللي محتاجها البروجكت ده، مش بس كتوتال اون تايم، يعني الشهر ده هنصرف كذا، شهر مايو هنصرف كذا، في بدايه المشروع البادجت هتبقى الفلانيه، لو احنا محتاجين داون بيمنت بالمبلغ الفلاني، كمان اسبوعين هنحتاج الفلوس دي تكون مثلا $2000 او $20,000 حسب الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي واحنا بنعمل ان ديتيل البادجت. عشان احدد البادجت بتاعتي بيبقى عندي الاكتيفيتي استيميتد كوست، عندي الكوست بتاع كل اكتيفيتي، عندي البيزس اوف استيميتد انا على اساس ايه عملت الاستيميشن، كل الكلام ده جايه من البروسيسز اللي قبليها اللي هو استيميتد الاكتيفيتي بتاعه كل اكتيفيتي في البروجكت. السكوب بيز لاين ليه عندي الورك، عندي ورك بريك داون استراكشر، عندي ورك بريك داون ديكشنري، برده الكلام ده لازم ابص عليه. عندي البروجكت سكادجول لازم اشوف الستارت والفينش ديت لكل اكتيفيتي ان سام هاو هتاثر عندي بعد كده في البادجت. الريسورسز كالندرز ليه، لان بتفرق معايا السعر الريسورسز وامتى فاضيين وامتى هبدا اشتغل عليهم عشان احدد البادجت. الكونتراكت لازم اشوفهم، ليه اشوف الكونتراكت، لان في ساعات كونتراكت انا بتفق مع الفندرز ان هم محتاجين 10% داون بيمنت، فلازم احطه في اعتباري ان ال 10% دول قبل ما ابدا الاكتيفيتي دي لازم ال 10% بتاعتهم لازم تبقى جاهزه. organization process assets، البوليسي، البروسيدجرز، الجايدنس، الكوست بادجيتنج تولز لو في عندي تول بعمل بيها بادجيتنج، والريبورتنج. التولز والتكنيكس اللي بستخدمها، كوست اجريجيشن التجميع عباره عن schedule activity cost estimated are aggregated by the work packages in accordance with the WBS. عباره عن ايه، زي ما احنا شفنا في السلايدز اللي قبليها ان احنا بنجمع كل اكتيفيتيز لغايه لما بنوصل للورك باكجز التوتال بتاعها هيبقى كام، وهكذا لغايه لما نوصل للكوست بيز لاين بتاع المشروع. الريزيرف اناليسيس، في عندي نوعين من الريزيرف. الريزيرف دي يعني ايه، حاجه بحطها احتياطي عشان لو في حاجه مشكله هقدر اتحرك على اساسها. في عندي contingents ومانجمنت. contingents allows for unplanned by potential required changes result from realized risk identifications in a risk registry. انا عندي بحط بلس او ماينس، البادجت عندي بتبقى ممكن اقل او تزيد 10% او 50% او 30%، يعني بحطها fixed amount وبحطها percentage. ليه؟ في ساعات حاجات بتطرق، في تغيرات بتحصل، في ريسك انا عايزه اقاومه وانا مش عارفاه دلوقتي، كل الكلام ده هاخد فلوسه منين او هجيب فلوسه منين؟ من contingency reserve، وده بقى عامله حسابي في البادجت بتاعي. يعني مثلا سايب المشروع ده بتاعي $100,000 ومعايا $10,000 contingency reserve او management reserve as a whole rule as a overall. في budget reserve for unplanned changes to project scope or cost not part of cost baseline، ده مش بيعتبر معايا في الميزانية، هو بيحطوه على مستوى المانجمنت، وعشان اخد منه او اسحب منه فلوس انا كبروجكت مانجر لازم اخد approval من high level managers، هما بيحطوه as a overall بعد ما بحط انا الريزيرف بتاعي، ما يعتبرش معايا من الكوست بيز لاين اللي انا عندي flexibility ان انا اقدر اسحب منه.
اكسبرت جادجمنت، ممكن احتاج من اكسبرت جادجمنت يبداوا يساعدوني ان انا احط ازاي البادجت بتاعي او يقولوا لي هيستوريكال ريليشن شيب، هيستوريكال انفورميشن، بارامترز، موديل سكيلبل، كل الحاجات دي. لو عندي معلومات قديمه، عندي حاجات انفورميشن عندي في الداتابيس بتاعتي او في الشركه، سيميلر بروجكتس ممكن تساعدني ان انا اشوف احدد البادجت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فاندنج ليميت، ريكونسيليشن، the expector of fund is reconcile with the funding limit set. Reconciliations will necessitate the scheduling of work to be adjusted to smooth or regulate this expenses. Rescheduling can impact of allocation for resources. ان انا بعمل ايه؟ ان انا ممكن يكون عندي ان انا اعمل اضغط الميزانية، او يبقى عندي كل شهر فلوس معينة لازم اصرفها، ما اقدرش حد اعدي الليمت ده، فده بيخليني اري الوكيت الريسورسز، ابص على الاكتيفيتيز تاني، اشوف ممكن ازاي الدنيا تبقى ماشية عندي زي somehow budgeting leveling، او ان انا ما اقدرش اعدي البادجت المعين ده في المونث الفلاني. الاوتبوت بتاع ديترماين البادجت، عندي الكوست بيرفورمانس بيز لاين، عندي البيز لاين بيطلع، البروجكت فاندنج ريكويرمنت ان انا بقول مش بس انا هحتاج قد ايه بادجت، لا على within التايم كل وقت او كل شهر انا هحتاج قد ايه فلوس. وعندي برضو هنعمل بروجكت دوكيومنتس ابديت، في زي الريسك ريجستري، زي الكوست استيميشن، زي ممكن البروجكت سكادجول، زي ما احنا قلنا ان احنا ممكن لو انا الفلوس لازم معينه تتصرف خلال الشهر ما اقدرش اعديها، فبالتالي ممكن اعمل اغير في السكادجول، اغير في اماكن الاكتيفيتيز. عباره عن ايه الكوست بيرفورمانس بيز لاين؟ اوثرايز تايم فيز بادجت ات كومبليشن، بادجت ات كومبليشن يوز تو ميجر اند مونيتورينج كوست بيرفورمانس اوف ذا بروجكت. When comparing actual to plans, the cost baseline serve as a planned cost. عبارة عن إن عبارة عن budget with time. يعني أنا بقول إن ال project مفروض في شهر يناير هيكون صارف 10,000 دولار. ال project في شهر فبراير هيكون صارف 15,000 دولار. بقيس ال cost مع time، وعلى أساسه بشوف هل أنا في فبراير إيه ال actual اللي أنا صرفته، هل هو زي ال plan اللي أنا قلت عليه أو زي ال baseline اللي أنا كنت حطاه ولا لا. البروجكت فاندنج ريكويرمنت، التوتال اند بيريودكال ار ديفايدد فروم ذا كوست بيز لاين اند كان بي استابليش تو اكسس يوزوالي باي ا مارجن تو الاو فور ايذر ايرلي بروجريس اور كوست اوفر نيو. عباره عن ايه؟ ان انا بقول كل شهر ده الفاندنج ريكويرمنت، انا كل شهر انا محتاجه ايه، وممكن نعدي الكوست بيز لاين عشان انا عايزه اسرع تاسك معينه في وقت معين. الفلوس كلها بتاعت البروجكت عندي اسمها كوست بيز لاين، بلس في حاجه اسمها مانجمنت ريزيرف. الكوست بيز لاين عباره عن البيز لاين بادجت بلس الكونتينجنسي ريزيرف، لكن المانجمنت بتبقى بره الكوست بيز لاين، وزي ما قلنا احنا لازم تاخد ابروفال من المانجمنت عشان نقدر نشتغل عليها. واحنا قلنا برضو ان البروجكت دوكيومنتس ممكن تتعمل لها ابديتس، الريسك الكوست استيميشن ممكن نغير فيها، ممكن نغير في السكادجول الاكتيفيتيز نبدأ نعمل لها تغيير عشان نقدر ما نعديش الليمت بتاع الفاندنج بتاعي اللي احنا قلنا عليه. دي كده احنا عملنا استيميشن للاكتيفيتي، عملنا قلنا البادجت بتاعنا توتال قد ايه. فاضل اخر بروسيسز عندي في الكوست او في ديترماين البروجكت مانجمنت كوست، ان انا اكونترول الكوست بتاعي، ودي بيحصل في الماركتنج اند كنترولينج فيز، ودي ان شاء الله هنكملها السيشن الجاي. هفكركم لو انتم محتاجين اي اسئله او اي معلومات زياده او عايزين تتواصلوا معانا عن طريق الويب سايت علمني.com.